The police will come and will shoot the people there. So somebody will become. الكل يطرق باب العنف والتمييز ضد المرأة من باب أنها تضطهد من قبل زوجها أو أبيها أو أخيها. القليلين يتطرقون إلى العنف الذي تتعرض له المرأة من قبل الدولة. وهذا ما حدث لنا في البحرين وخصوصا منذ انتفاضة اللؤلؤة. العنف الذي تعرضت له النساء في البحرين عنف لا مثيل له، لأنه عنف كان بسبب ممارسات قامت بها السلطة في قبال نساء تظاهرن بشكل سلمي وطالبن بحقوق ديمقراطية، فتم اعتقالهم وتعذيبهم وفصلهم من العمل بالإضافة إلى الكثير من المضايقات. لم يعد هنالك الاعتقال المباشر كما كان سابقا، ولكن هنالك العنف الممارس بشكل كبير في القرى حيث تتعرض فيه الكثير من النساء، الاقتحامات التي تحدث في البيوت، الفصل الغير مباشر للنساء بعد ان تم ترجيعهم الى وظائفهم، تتم الان عمليه فصل بطريق اخرى خصوصا في القطاع الخاص من حيث لا مكان ولا شاغر لكم، عمليه التدوير والاهانه التي تتعرض لها النساء كما يتعرض لها ايضا الرجال، تساهم ايضا بانها نوع من انواع العنف الممارس من قبل الدوله، ولكن قد لا يكون هو العنف الذي يمارس كما كان يستخدم في بدايه الثوره عن طريق الاعتقالات. نحاول نسلط الضوء على هذه القضية، قضية المرأة، خصوصا أن المجتمع الدولي دائما يطالب بأن تكون هنالك حقوق خاصة إلى المرأة والطفل في الدول التي تحدث فيها ثورات عربية أو ثورات أجنبية، أن تكون هنالك يعني معاملة خاصة لوضع المرأة والطفل، ولكن ما وجدنا أن ليس هنالك معاملة خاصة. The power should be given to the people and it was so clear that should be a balance. دعما لنضالات شعب البحرين للمطالبة بالديمقراطية وحياة كريمة، نحن هنا اليوم في بريطانيا لكي نوصل صوت هذا الشعب المظلوم والمضطهد للعالم عموما وللشعب البريطاني خصوصا بما يعاني هذا الشعب الأصيل في مطالبته لحياة كريمة ومطالبة بديمقراطية حقيقية في الوطن. بالطبع في هذا المسار ضحى الشعب تضحيات كثيرة، وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان كثيرة حصلت، وشخصيات معروفة ومرموقة سواء كانوا رموز سياسيين أو شخصيات حقوقية موجودين في السجن لأنهم يريدون هذه الحياة الكريمة لشعب البحرين ويطالبون بهذه الديمقراطية. من هذا المنطلق أتينا هنا لكي نستنهض العالم يدافع عن شعب البحرين ويسانده في هذا المطالب، ونحن معهم سنمضي في هذا المشوار إلى أن يتحقق لنا الديمقراطية الحقيقية المبنية على المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة شؤون البلاد. هذه الفعالية تأتي في ضمن فعاليات كثيرة يقوم بها النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين وخارج البحرين لتغطية الأوضاع الحقوقية والسياسية والرؤية الشعبية التي يراد أن تصل إلى كل أنحاء العالم عن تدهور الوضع الحقوقي، وخصوصا نحن نتكلم عن سنة بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ما تعرف بلجنة بسيوني، وإخفاقات الدولة في أن تستجيب لمتطلبات هذه اللجنة وتوصياتها، وبالإضافة إلى توصيات جنيف، وأيضا الحديث ينقل إلى فضاء السياسي وتدهور الوضع السياسي، بحيث أن بدل أن تكون هناك استجابة للمطالب الشعبية نرى الإصرار والتعنت في مزيد من القمع ومزيد من السيطرة على هذه السلطات ومقدرات البلد والقرار من العائلة الحاكمة، وهذا ما لن ينتج استقراراً.